أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور أن الطفرة الكبيرة في البنية التحتية والإنشائية التي تشهدها المستشفيات الجامعية تسهم وبشكل كبير في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين. أكد رئيس جامعة قناة السويس خلال افتتاحه للعناية المركزة للأطفال وقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي أن هذه الافتتاحات وأعمال تطوير ورفع كفاءة الأقسام الداخلية للمستشفى تأتي في إطار خطة التطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعيه للدخول ضمن منظومه التامين الصحي الشامل التي ترعاها الدوله ان شاء الله احنا داخلين في مشروع تاهيل المستشفى بالكامل لتناسب طموحات اهلنا بحيث انضمام لمنظومه التامين الصحي الشامل زي توجيهات سياده الرئيس وتوجهات الحكومه النهارده كمان احنا مع ان احنا بنغلق جزء من المستشفى علشان خاطر اعاده التاهيل والانضمام لمنظومه التامين الصحي الحقيقه احنا في مرحله تطوير مستشفيات جامعه قناه السويس تطوير شامل للانضمام لمنظومه التامين الصحي حسب توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ان الخدمه الصحيه تبقى متوفره لكل مواطن ايا كانت حالته الماليه.